أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن تهريب النفط الخام في محافظة شبوان. تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف نفق سري إلى أحد أنابيب النفط شرق مدينة عتق وضبط الخلية المتورطة فيه. قيادة المحور قالت إن الأجهزة الأمنية تتحركت عقب تلقيها بلاغا يفيد بعملية تهريب عبر استخدام نفق أرضي تم حفره داخل أحد المنازل التي تقع في الأحياء السكنية المحاذية لأنبوب النفط. وقال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد رب هشلة إن هذا العمل التخريبي كان يشكل خطورة على حياة المواطنين في المنطقة ويضر بالاقتصاد الوطني. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آثار تهريب النفط من محافظة شبوة على الاقتصاد الوطني، ودور السلطة المحلية والحكومة الشرعية في الحد من عمليات التهريب للمصادر الطبيعية. نفق سري لتهريب النفط، هذا ما كشفت عنه أجهزة أمن شبوة التي أكدت ارتباط النفق بأحد أنابيب النفط شرق مدينة عتق. وفق قيادات أمنية فإن النفق موصول بخط الأنبوب الناقل للنفط الخام من قطاع 4 النفطي إلى ميناء التصدير في النشيمة الواقع على ساحل البحر العربي. بحسب مصادر أمنية فإن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط العصابة المعنية بتهريب النفط الخام وبيعه من خط أنبوب عتق، حيث تم القبض على 3 من أعضاء الخلية المتورطة في أحد المنازل الشعبية. وفق قيادات رسمية فإن تعاون المواطنين أسهم في منع جريمة التهريب التي تمثل تهديداً للاقتصاد الوطني. اليوم قمنا بزيارة إلى موقع الجريمة، وهو يعني تهريب المشتقات، تهريب مواد الخام من البيب الواصل من حق العياد إلى خزانة النشيمة. محاولة تهريب النفط عبر نفق أرضي ليست وحدها من تضر بمصالح الاقتصاد بنظر مراقبين، فرغم أن حقول النفط والغاز تنحصر جميعها في المناطق الخاضعة للشرعية، إلا أن اليمن تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويعيد مختصون ذلك إلى سيطرة التحالف بقوة الميليشيات التابعة له على عدة موانئ نفطية، ما منع الحكومة من الاستفادة من موارد النفط الرئيسية وعاق تصدير النفط والغاز. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من شبوة ممثل مكتب وزارة النفط في القطاع الرابع ناصر فريد ضيفير. أهلا بك سيد ناصر. إذن طعنا بداية في ملابسات، ما الذي يحدث في شبوة في سياق عمليات التهريب وكشف الأنفاق السرية هذه؟ تم كشف هذا الموقع الذي يقع في تجمع سكاني يمر فيه خط الأنبوب الواصل بين قطاع 4 محطة الضخة المركزية إلى ميناء النشيمة، وهو عبارة عن بيت بني بجوار خط الأنبوب، وفي هذا المنزل خزان أرضي وصل إليه أنبوب من أنبوب النفط الذي يمر جنب هذا المنزل، وتتم فيها فرقة النفط أو تجميع النفط ثم نقلها إلى مناطق أخرى. قامت الأجهزة الأمنية، وبداية نشكر المواطنين الذين أظهروا حرصهم ووطنيتهم حيث كشفوا هذا الحادثة. ثم قامت الأجهزة الأمنية ممثلة بقوات النخبة الشبوانية والجيش والقوات المشتركة بالقبض على هذه الخلية، وهي في اطار التحقيق الان، وهذا يعود للاجهزه الامنيه يعني وصلت فيها التحقيق. يعني هل عرف مكان، يعني من هو بيت من اقصد، يعني هل عرفت الجهات التي تملك هذا المنزل؟ كيف اكتشف، يعني كيف تم اكتشاف هذه يعني هذا النفق بالاساس؟ هذا رجع للاجهزه الامنيه يعني وصلت فيها التحقيق، اما نحن كجهه يعني فنية أو مكتب النفط، فالمنزل تم الاكتشاف من خلال عندما استنجد أحد أفراد العصابة بالمواطنين لإنقاذ العنصرين الآخرين الذين كان قد أغمي عليهم بسبب الغازات في خزان الذي يستخدم لفرقة النفط،
فعندما اتى المواطنين وانقذوا هذه الشخصين وكان فاقدي الوعي، بعد ذلك مروا في نقطه تابعه للنخبه الشبوانيه وفتت القبض عليهم وجاءت الى موقع الحدث، ثم جاءت القوات الجيش وقيادات الجيش والقوات المشتركه والبحث الى الموقع وكشفوا هذا المكان وتم القبض على المكورين والقضيه في طور التحقيق. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد ناصر. أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض الناشط السياسي الأستاذ ياسر الصايدي. أهلا بك أستاذ ياسر. إذن بشكل عام كيف تقيم دور السلطة المحلية في عمليات منع تهريب النفط؟ أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدي قناة بلقيس. في الحقيقة السلطة المحلية لا تألو جهدا في أن تمنع هذه الظاهرة التي ربما تكلصت في الآونة الأخيرة أو تكاد تكون منعدمة إلا من تحركات بسيطة لبعض العناصر المشبوهة الذين يقومون بهذه العمليات. السلطة المحلية منذ فترة ليست بالقصيرة وهي لكن هناك حوادث متكررة أستاذ ياسر. حوادث ليست بالكثيرة الحقيقة، هي حوادث قليلة وشاذة. المرحلة التي كان الحوثي يسيطر فيها على أغلب محافظة شبوة وصل إلى عاصمة المحافظة هي الأوقات التي ازدهرت فيها عمليات سرقة النفط الخام من المتبقي في أنبوب تصدير النفط من عياد إلى النشيمة. هذه الفترة كان الحوثي يعني يستطيع أن ينقل كميات كثيرة من النفط الخام إلى المناطق التي يسيطر عليها لكي يقوم بتكريرها. في 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 2015 في 2016 في بداية 2017 بعد تواجد القوات الأمنية من النخبة الشبوانية والأمن والجيش تواجد الدولة والسلطة في المحافظة قلت هذه العمليات وأصبحت نادرة جدا لا تكاد تذكر. يعني أنت ترى أن المشكلة ما عادت موجودة، ما عاد هناك تهريب للنفط. أنا 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 لا أقول أنها ليست موجودة، لكني أقول لا هي ليست لا تستحق التضخيم هذا المبالغ فيه. هي عمليات شاذة تحدث في كل بلد أو في كل منطقة يحصل فيها اضطراب أمني واضطراب، ونحن في مرحلة حرب ولا زلنا نعاني من 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 من, من الحرب التي شنها الحوثي على المناطق على المحافظات الجنوبيه. محافظه شبوه مثلها مثل المحافظات الاخرى مثل مارب مثل حضرموت التي تم منها التهريب، فنحن لا نجعلها ظاهره يعني منتشره او ظاهره كبيره تشوه محافظه شبوه، لا ابدا، هي ظاهره شاذه يقوم بها عليها بعض ضعاف النفوس بتنسيق مع ميليشيات الحوثي. وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وتحدثنا بكلام اكثر من هذا الكلام بانها تحصل عمليات تهريب، وازدهرت هذه العمليات في عام 2015 و2016 وبدايه 2017. بعد طيب انت تحدثت الان عن ميليشيات الحوثي، انهم هناك ارتباط بميليشيات الحوثي، من هؤلاء سيد ناصر؟ من الذي يرتبط بنقل ويهرب النفط لميليشيات الحوثي؟ السؤال لي للاستاذ ناصر فريد. لم اذكر يعني ميليشيات الحوثي، وانما في عهد ميليشيات الحوثي فعلا يعني تم يعني ازداد نشاط الاعتداء على انبوب النفط، وكان في ذلك الوقت يعني الانبوب العمل متوقف، انما كانت هناك مواد الخام كان في الانبوب. ففي عام 2011 و2012 الى عام 2017 تم الكثير من الاعتداءات على خط الانبوب وسحب ما كان فيه متواجد. لكن وبعد ان اتى الاخ المحافظ محمد صالح بن عديم وبدايه اول ما تم قرار تشكيل او تعيينه قرر تشكيل لجنه مختصه للبناء العشوائي في هذه المناطق وازاحتها، وهذه اللجنه في عملها وقد قدم لهم تقرير من شركه الاستثمارات النفطيه ومكتب النفط، وعلى ضوءه يتم ابعاد كل المباني التي تعدت في حرم الانبوب، وبذلك يبعد الكثير من الشبه و تحقيق في هذه التريلات وإنهائها إن شاء الله. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ ناصر. أرحب بمن ينضم إلينا من ماليزيا المحلل الاقتصادي الأستاذ عبد الواحد العوبلي. أستاذ عبد الواحد، يعني النفط يعد مصدر من أهم المصادر التي تعتمد عليها اليمن في الدخل، كيف تقيم دور الحكومة الشرعية في والسلطات المحلية أيضا في مسألة الحفاظ عليه ومنع تهريبه؟ مساء الخير أولاد أخي وجيه.
مبدئيا موضوع تهريب النفط هذه قضية قديمة ليست وليدة اليوم. تهريب النفط مستمر منذ سنوات وليس في شبوة فقط ولكن في بقية المحافظات المنتجة للنفط حاليا، أقصد مأرب تحديدا وحضرموت. فالنفط وتهريبه قصة طويلة، ومافيا تشكلت وكبرت وأصبحت مثل الورم السرطاني، وكل يوم بيمر هي تصبح أقوى فأقوى ويزيد ترابطها بين شبكات هذه المافيا مع عناصر الانقلاب وكل المستفيدين، حتى من ضمنهم قيادات في الشرعية ومسؤولين في السلطات المحلية المحافظات وقيادات أمنية وعسكرية. فالموضوع قديم وليس حديث ولا يزال مستمر حتى اللحظة. أما بالنسبة لموضوع التأثير الاقتصادي، فبالتأكيد الوضع في اليمن، وضع الاقتصادي في اليمن في منتهى السوء ولا يتحمل المزيد من الخسائر. اليمن بحاجة إلى كل دولار أو كل ريال ممكن أن تحصل عليه من نتيجة بيع هذا المنتج اللي هو النفط الخام وتصديره والاستفادة من قيمته لدعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ الريال اليمني من الانهيار. فما يحدث حاليا هو نتيجة الفساد المستشري في حكومة الشرعية، والذي يتماهى ويتلاقى مع مصالح الانقلاب، وهو الأساس وهو السبب الرئيسي في استمرار الحرب حتى اليوم. فالتأثير الاقتصادي في منتهى السوء، خصوصا لما نعرف أنه النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات في الحكومة اليمنية، وربما يشكل حوالي 80% 75-80% من إيرادات البلد. فتعرض هذا القطاع وهذا المورد لعملية التهريب ولهذا النهب المنظم والمتكرر يطعن في صميم سلامة وصحة الاقتصاد الوطني. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الواحد. أعود إلى سيد ياسر الصايلي. أستاذ ياسر، سمعت ما تفضل به الأستاذ عبد الواحد العوبلي من حديث حول التهريب، كذلك أنا أشاهد الآن المقاطع المسجلة الفيديو التي تتزامن مع حديثنا الآن، وهي يعني تبين الأنفاق، تبين طرق التهريب إلى آخره. يعني هناك أشياء رتب لها، هناك شيء مستمر مخطط مبني بشكل كبير، يعني يأخذ فترة طويلة من الوقت. هل يعني كيف يفهم وجود مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأنابيب بهذا الشكل في شبوة؟ يا أخي الكريم، أنا سبق وأن كتبت في صفحتي على الفيسبوك بأن 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 هناك بأن هناك مصافي مصفاة بدائية موجودة في منطقة الحتاري شرق العاصمة صنعاء، يتم تكرير فيها نفط خام ويتم استيراده من محافظة شبوة. فكان هناك علم مسبق لدى بعض المختصين او بعض المسؤولين في اجهزه الدوله بان هناك عمليه تهريب، وكانوا يتابعون المتورطين فيها بدقه كبيره، كما حدثني احد المسؤولين في السلطه المحليه في محافظه شبوه، وكان نحن على نتابع هذه العمليه وسوف نمسك بها قريبا باذن الله تعالى. العمليه عمليه فعلا عمليه كبيره ومنظمه ومرتبه. البناء العشوائي في 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 وسط مدينه عتق حول الانبوب، انبوب النفط الذي يمر في وسط مدينه عتق، هو امر الذي جعل العصابه هذه المشبوهه يسهل لها امر العمل. هذا عمل يحدث في كل مكان. فالعصابه وجدت المكان المناسب والملائم لكي تهرب، لكي تسرق عبر هذه الكميات من النفط الخام.
فوجدت المكان الملائم، وجدت الطبيعه، وجدت البيئه، وجدت الانبوب قريب من المنازل التي تم انشائها في فتره من 2011 الى اليوم، عدم في فتره كانت الدوله غير متواجده. اليوم اصبحت عندنا دوله، اصبح عندنا امن، اصبحت عندنا محاكم، اصبح عندنا جيش، اصبح عندنا قوات نخبه شبوانيه، اصبحت عندنا محاكم، اصبح عندنا محافظ مسؤول، يعني لديه هم ان يتجاوز كثير من العقبات الموجوده في المحافظه. اليوم المحافظ يتحدث عن 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 تجاوز كثير من المشكلات التي موجوده في المحافظه. هذا امر موجود عندنا ونحن لا ننكر هذا الكلام، لكن موجود في شبوه، موجود في حضرموت، موجود في مارب. هذه العمليات التي تحدث ربما عندنا تم اكتشافها وتم اشهارها في الاعلام، في وسائل الاعلام، وهذا امر بطبيعه الحال جيد. هذا امر جيد ان يكون هناك اكتشاف لهذه الأنابيب ومنع لهذا التهريب. بطبيعة الحال هذا الأمر يجب أن يستمر بكل تأكيد وأن ينشر ذلك في وسائل الإعلام. أعود إلى السيد ناصر فريد. السيد ناصر، يعني عندما نتحدث عن النفط في شبوة تحديدا، ربما أيضا في القطاع الرابع، ما هي الكميات التي نتحدث عنها؟ ما هو حجم الإنتاج في المحافظة بشكل عام بحسب علمك؟ هو الآن الذي يعمل هو قطاع أسلوب العقلة، وإنتاجها بمتوسط 16,000 برميل باليوم، يتم نقله إلى محطة الضخ المركزية بالعالم التابعة إلى قطاع 4، ومن هناك يتم ضخها إلى عبر أنبوب يمتد ل 204 كيلومتر إلى ميناء نشيمة على ساحل البحر العربي. هذا هو حجم الإنتاج الآن، 16,000 برميل. نعم، أغلب القطاعات الآن متوقفة وفي طور البحث عن المفاوضات لإعادة تشغيلها إن شاء الله. أشكرك سيد ناصر فريد ضيفير، ممثل وزارة أو ممثل مكتب وزارة النفط في القطاع الرابع، كنت معنا عبر الهاتف من شبوة. أعود إليك أستاذ عبد الواحد، يعني استمرار هذه العمليات، يعني تحدثنا مع السيد ياسر حول الوضع في شبوة، هذا الأمر ليس فقط كما يتحدث في شبوة فقط، لكن هناك مسألة عامة، دعنا نتحدث الآن في العام، كيف سيؤثر هذا، أو ما هي التداعيات، ما هي أرقام التداعيات هذه على الاقتصاد الوطني؟ هل لدينا أو هل هناك دراسات أو جهات تقدم أرقاما حول حجم خسارة اليمنيين من عمليات التهريب باليمن بشكل عام؟ مبدئيا بس عشان نعقب على كلام الأستاذ ياسر، النفط المهرب ليس فقط صادر من شبوة زي ما أنت ذكرت، الموضوع عام زي ما هو كمان عقب. النفط يهرب من مارب ومن حضرموت، ولكن هو من مارب الجزء الأكبر، النصيب الأكبر من التهريب يحصل من مارب ومن الوحدة الإنتاج المركزية مباشرة، وتذهب إلى مناطق الحوثيين أو حتى يتم تهريبها عبر البحر إلى خارج البلد. وزي ما ذكرت كذلك أن هناك مصفاها تم اكتشافها او تم تسليط الضوء عليها، ولكن انا ممكن اكد لك ان هناك عده مصافي اخرى مشابهه موجوده في عده مناطق داخل تحت سيطره الحوثيين، واحنا تطرقنا لهذا الكلام سابقا انه في مصافي تعمل وتقوم بتكرير المشتقات النفطيه باستخدام النفط المهرب من مارب ومن شبوة ومن غيرها. فالموضوع التهريب ومن متورط فيه، ونجد ان هذه اول شيء مهم جدا احنا نشيد بخطوات او بالاجراءات التي قامت بها قياده السلطه المحليه لمحافظه شبوه، بان بدات تسليط الضوء وبدات محاوله وقف نزيف تهريب النفط الخام، وهذه تعتبر ضمن سلسلة الإجراءات والأعمال التي تقوم بها قيادة المحافظة ضد أنشطة الفساد وضد مكافحة تهريب النفط والمشتقات النفطية وكذلك وغيرها من السلع. في الوقت الذي نجد فيه محافظة شبوة تعمل ضد عملية التهريب، نجد أن هناك تغطية وهناك تواطؤ وهناك ربما شراكة بين المهربين وقوى الفساد مع قيادة السلطة المحلية في محافظة مارب مع
القيادات الأمنية والعسكرية الموجودة في المحافظة وتعمل جنبا إلى جنب بالتماهي مع والتعاون مع سلطات الانقلاب لاستمرار عمليات تهريب النفط والغاز. يعني هذا كلام مهم خطير، لكن لم تجب على سؤالي إلى الآن، سأعود إليك بعد قليل. أنا جاي لك لحكاية أن طبعا بحكم أنها عملية تهريب وهؤلاء الناس سيطر على الأرض، فما فيش زي نقول أرقام دقيقة، لكن اللي احنا وصلتنا أرقام من تقارير الإنتاج صادرة مثلا من شركة فافر في محافظة مارب في قطاع 18، وهذه التقارير توضح أن هناك ما لا يقل عن 7000 برميل يوميا يتم تهريبها لصالح أو إلى مناطق الحوثيين، وهذه العملية تتم بشكل يومي وتحت مرأة ومسمع من السلطة المحلية وقيادة الأمنية والعسكرية. هذا في محافظة مارل. محافظة شبوه الإنتاج أقل، ولكن قد يكون ما عنديش أنا الأمانة في أرقام، لكن ممكن إحنا نوصل بعد البحث في أوقات أو في أيام قادمة. الجدير بالذكر إحنا ممكن النقطة الجدير بالذكر اللي ممكن إحنا نسلط الضوء عليها إنه نتمنى لقيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة كل التوفيق على هذه المهمة، في هذه المهمة الجسيمة. نتمنى أن يستطيعوا إعادة أو استئناف العمل في بقية الشركات النفطية الموجودة في شبوة، بس يستعمل بشكل كبير لدعم ميزانية ودعم الوضع الاقتصادي في محافظة شبوة وفي اليمن بشكل عام. نعم. أتكلم طيب. هنا عن شركة هند، جنة هند في قطاع 5. طيب دعني أعود إلى السيد ياسر الصايدي. هناك تساؤلات حول علاقات من يقومون بتهريب النفط مع ميليشيات الحوثي، برأيك أستاذ ياسر إلى أي مدى يمكن الحديث عن علاقة مباشرة وليس عن علاقة تسيير يعني مسألة النفط لمن يعني يعيشون في مناطق سيطرة الحوثي؟ أعيد السؤال يا أخي الكريم، ما سمعت. يعني هناك حديث عن علاقات تربط بمن يقومون بتهريب النفط مع ميليشيات الحوثي بشكل مباشر، هل هذا الأمر دقيق أم أن المسألة هي بمن يعني يسيطر ويقدم النفط للناس الموجودين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ يا أخي الكريم، العملية مثبتة، هو لدينا معلومات مؤكدة بأن صاحب المنشأة التي في شرق صنعاء لديه علاقات بالميليشيات الحوثية، علاقات قوية، وهو رجل تاجر، رجل ظل للميليشيات الحوثية، يعمل في النفط، ولديه مصفات ولديه قاطرات كشفت عنها السلطة المحلية مؤخرا. كان أحد أبناء شبوة مستثمر محلي يريد أن يدخل قاطرات هذا الرجل إلى عملية نقل النفط الخام بين منطقة العقلة في محافظة شبوة إلى منطقة عياد، حيث بداية الأنبوب لتصديره، فكان يريد أن يدخل في هذه المناقصة بأي طريقة كانت، ولكنه فشل بجهود السلطة المحلية التي اكتشفت الأمر ورأت بأن الرجل هذا صاحب المنشأة التي في الحثارس له علاقة مباشرة بهذه القاطرات، وكشفت أرقام السيارات وأسماء مالكيها والبيانات الجمركية لهذه الناقلات، وإنما جعل المستثمر المحلي من أبناء محافظة شبوة كظل له في هذه العملية. فهناك ارتباطات وثيقة بين الميليشيات وبين تهريب النفط من محافظة شبوة ومن غيرها من المحافظات. هم هذه المنشآت التي يقيمونها منشآت بدائية ربما، لكنها تقرب لهم في اليوم من 1000 إلى 1500 برميل من مادة الديزل والبترول التي يستخدمونها في عملياتهم القتالية ضد الشرعية وضد التحالف العربي. أشكرك أستاذ ياسر الصيدي، النشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أسألك ذات السؤال أستاذ عبد الواحد، ما رأيك؟ معلش ممكن أنا ما سمعتش قال أستاذ ياسر، ممكن تعيد لا السؤال. هو السؤال يتعلق إلى أي مدى يعني أن هناك علاقة تربط من يقومون بتهريب النفط في هذه المحافظات التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية وينقلوه إلى يعني مرتبطين بميليشيات الحوثي، أم أن المسألة هي ارتباطهم بمن
يقدم النفط في نهاية المطاف إلى اليمنيين الساكنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي؟ النقطة التي ممكن أن أنا أكد لك عليها أن هؤلاء الناس لا يعنيهم اليمنيين بأي حال من الأحوال، هذا أولا. ثانيا، هناك ارتباط مباشر وواضح ويومي بين سلطات الانقلاب وأعضاء المافيا التي تقوم على تهريب النفط والمشتقات النفطية من المحافظات المنتجة للنفط إلى مناطق الانقلاب، وهناك علاقات مباشرة مع مسؤولين كبار في الشرعية ومع قيادات أمنية وعسكرية وحتى مع أشخاص بعينهم وذاتهم داخل مؤسسة الرئاسة وداخل رئاسة الوزراء، ولا أستطيع أن أقول لك أكثر هذا الكلام. أشكرك أستاذ عبد الواحد العوبلي المحلل الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.